انا اللي صار معي، انا اسمي ولد يوسف عبد العزيز ابو شعبان من سكان غزه تل الهوى. اللي صار معي انه اثناء نزوح عائلات غزه شمال غزه الى الجنوب، نزحت انا وعائلتي الى احد المدارس هناك. طبعا هذه يعني تعتبر مش مدارس، هذه مهلكه صحيه لا يوجد فيها أدنى سبل الموارد الصحية أو الموارد التموينية إلى ذلك، يتم إجلائك من غزة. طبعا بالفعل أخذت الأغراض اللي كانت معي، اللي أساس إني نازح حكيت إني أرجع يعني على البيت، مش أغراض سفر. رحت فيها على المعبر، جلست ما يقارب 6 ساعات وأنا على المعبر. طبعا معبر رفح هذا منطقة حدودية بينه وبين مصر وبين الحدود الإسرائيلية. توصيني بالسفارة إذا ممكن. أنا أمس مساء يوم الأربعاء تعرضت لحزام ناري على منطقتي، لم يتم إبلاغي، تم إبلاغ الناس البعيدة عني ما يقارب 500-600 متر. اعتقدت إنه هذه المسافة الآمنة، خلاص ما أحد كلمني. مهم بدأ الحزام الناري، حسيته أقرب علينا، فقررنا احنا بيتنا دورين واحنا 5 انفار، قررنا ننزل من الدور الثاني الى الدور الارضي، بحيث يعني هو ارضي واحمى يعني حمايه فيه. نزلنا فيه انا وعائلتي، دخلنا في باب حديد كبير كثير يعني قوي كثير الباب، سكرته ورجعنا مسافه 3-4 متر عن الباب. الحزام كان شغال حوالين بيتي، أنا بيت فيه 3 مخارج، أحاول أشوف المخرج هذا في نار، المخرج هذا في نار، المخرج هذا في نار، ما لقيت إلا باب الحديد الكبير تبع الدور الأرضي هال علينا، أو شظايا تحت الصاروخ. بيتي انضرب أنا مقابل باب الخارجي وحوش البيت، كله قصف عشوائي. هذه سياسة جديدة يستخدمونها، قصف العشوائي ضد المدنيين. أنا مدني وبيتي مدني، طالبة يتم إجلائي أنا وعائلتي بصفتي أنا المسؤول عنهم، والدي ذوي احتياجات خاصة هو يعير الأسرة، وأنا أيضا أعير أسرتي، والدي هو كفيف البصر، وأخواتي صغار، وأمي يعني لا تستطيع إعالة البيت. فأطالب السلطات الأمريكية والسفارة الأمريكية والقنصلية الأمريكية بإجلائي ومعالجتي أنا وعائلتي وإخراجي بأسرع وقت. يعني أنا هذا الجواز تلطخ بدمائي، أليس من العار لدولتي بأن جواز يتلطخ بدمائي؟ ماذا فعلت أنا لكي دمائي تتلطخ بهذا الجواز؟ هذا يعتبر عار على دولتي، لأنهم لا يستطيعون أن يحموني. أنا أطالب بالحماية وأطالب بأبسط حقوقي وهي العلم.